السلام. هلا. فأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، حكيم سبحانه وتعالى، هذا المعنى. لذلك قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد، وفي قراءة ثابتة: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ليس المحبة من طرف واحد، أنت حتى المحبين اللي ذا يقول: يا أخي ما تحبني يا أخي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية مغيث وبرير، والحديث رواه مسلم، تخيل الرسول يطلب من يدخل في صلح مثلا في الأسر لينفون، قال: والله أنا أدخل هالمستوى انزل هالمستوى. جت مغيث رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، يبغى بريرة ترجع له، يعني يحبها ولكن هي ما تحبه، من طرف واحد. فالرسول كلم بريرة، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ أمر ما في مجال، يعني كأنك تقول أقيموا الصلاة. قال: لا، مجرد يعني فقط مصلح اجتماعي، يعني شافع. قالت: إن كان كذا ما لي فيه، ما أحبه، ما أطيق. ومع ذلك بقي مغيث مولع بها حتى الرسول يرحمه ويلطف به ويقول للصحابة، والحديث رواه مسلم برجع له، يقول: أما تعجبون من حب مغيث لبريرة؟ واحد يحب واحد، مفهوم ولا لا؟ لكن واحد تحبه ويكره، يقول: ما أبغاك. سبحان الله. ومع ذلك مولع. فنحن يا أخواني نتطلع إلى أن الله يحبنا ولا لا؟ إن شاء الله. هذا أمنية لنا، ونسأل سبحانه وتعالى يعيننا عن ذلك. لكن أن نحبه، هذه مثل ما ذكر أبو راشد، إلا الملاحدة، والله نحبه لو عندنا من التقصير، لكن هل يحبنا؟ هذا الموضوع يا أخوان. لذلك قال: عدو من الناس ما يتخذ من دون الأنداد أن يحبونهم كحب الله. ما يرضى عنا يا أخواني، هذا أول مدخل، ما يرضى إلا أن يكون المحبة رقم واحد. سلام. لذلك أذكر بعض أطفال يوم كانوا صغار،